الحياد الرياضي والموضوعية يمنعانني من إلقاء الاتهامات على حكام الدوري الإسباني أو التشكيك في نواياهم ولن اخوض مع الخائضين واكرر جملا عن جمهور اللي بالي بالك وانقل كلام الزملاء عن فريق الابيض، معاذ الله فذلك سلوك لا يصح. لكنني اتخيل أبا تياغو اي نجم نادي برشلونه والمنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي. اتخيله يتمثل بقول ابي العتاهيه: برمت بالناس واخلاقهم فصرت استانس بالوحده، ما اكثر الناس لعمري وما اقلهم في حاصل العده. الوضع مؤسف وحزين فبحسب المعلقين المحايدين لا يكتفي المدريديون بفبركه ضربات الجزاء والغاء الاهداف ظلما وعدوانا بل وصل بهم الامر الى وضع تصريحات مضحكه على لسان مدرب نادي برشلونه كيكي سيتين مثل قوله يجب ان يلعب ريال مدريد ضد فرق صعبه جدول ريال مدريد سهل وجدولنا صعب للغايه. طبعا التصريح مفبرك لكن راعي البقر سيتين هو اللي جايب لبرشلونه الكلام. حيدر شغل لي صوت ثور في الخلفيه الله يخليك وكانت نجمك عدينا شويه بقر يمشيو في الاستوديو قدامي بارك الله فيك